بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بزيارة لمصفات الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، مصفات تابعة للوقود البيئي، مشروع الوقود البيئي اللي تم إنجازه مؤخرا خلال فترة الظروف الاستثنائية. ما كان هذا الإنجاز ليتحقق لولا تضافر جميع الجهود من جميع العاملين في مؤسسة البترول الكويتية بالتضامن مع شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك العاملين في مشروع الوقود البيئي. عملوا جهود استثنائية خلال فترة استثنائية بوجود جائحة كورونا، وتم تشغيل مصفاة الأحمدي بطاقة تكريرية تقارب 346 ألف برميل يوميا. طبعا هذه الطاقة تعتبر من الطاقات الكبيرة لمصافي، كلها بجهود طاقات كويتية محلية اشتغلوا خلال فترة ظروف استثنائية، وقدروا بأن هم يتواصلون حتى مع الموردين ومع المشغلين من خلال تفعيل الوسائل الإلكترونية للتشغيل الآمن. كل الشكر طبعا لجميع من عمل وجميع من ساهم في إنجاح هذه المشاريع الوطنية اللي تعود إن شاء الله بنتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني. عاجز عن الشكر، ومهما قلنا نشكرهم، بالنهاية كويتيين يعملون لصالح وطنهم، ومهما نقدم للكويت نظل مقصرين. الله يعطيكم العافية جميعاً.